جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله، وهو من التابعين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: أتيت أنا ونفر معي ابن مسعود في الغداة، يعني في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، أتيناه في بيته استأذنا في الدخول فأذن لنا، فانتظرنا هنيهة، يعني انتظرنا قليلا لم ندخل. ثم أتت الجارية وقالت: ما لكم لا تدخلون، يعني أذن لكم في الدخول فما لكم ما لا تدخلون. فدخلنا البيت، فلما دخلنا على ابن مسعود قال لنا: ما لكم ما تأخرتم في الدخول، يعني ما سبب التأخر وقد أذن لكم في الدخول؟ قلنا: ظننا أن بعض الأهل نائم. الآن متى الوقت؟ بعد الفجر. قال: ظننا أن بعض الأهل نائم، فيقول يعني قصده انتظرنا قليلا حتى يرتب الوضع إذا كان في طريقنا نائم أو كذا، يقول: ظننا أن بعض الأهل نائم. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني أهله وولده، هل ظننتم أنهم عندهم غفلة؟ هذا يصور لنا يا إخوان ماذا؟ يصور لنا مكانة هذا الوقت عند الصحابة رضي الله عنهم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني أن يوجد فيهم من ينام في هذا الوقت؟ ثم يقول وائل أبو وائل شقيق بن سلمة، يقول: فأخذ ابن مسعود يسبح الله ويذكر الله، يسبح ويذكر الله جل وعلا. ثم لما ظن أن الشمس طلعت قال للجارية: انظري، أطلعت الشمس؟ فنظرت الجارية فقالت: لم تطلع. فأخذ يسبح، استمر في التسبيح. ثم لما ظن أن الشمس طلعت قال للجارية: انظري، أطلعت الشمس؟ قالت: طلعت. الآن ابن مسعود رضي الله عنه استغرق هذا الوقت الفاضل في ماذا؟ في التسبيح وذكر الله تبارك وتعالى. ثم لما قالت له الجارية إن الشمس قد طلعت قال كلمة عجيبة، والله قال كلمة عجيبة جدا، والحديث تجدونه في صحيح مسلم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. اسمعوا الكلمة مرة ثانية. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الآن يا إخوان، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، هل اليوم انتهى؟ هل اليوم انتهى؟ ما زالوا في أول اليوم، ما زالوا في أول اليوم، طلعت الشمس وبقي من اليوم أكثر، بقي من اليوم أكثر. ثم يقول ابن مسعود وهو في أول اليوم: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. لماذا قال هذه الكلمة؟ لماذا قال هذه الكلمة مع أن اليوم بقي أكثر؟ لأن ما يكون في هذه الفترة المحدودة الموجزة القصيرة التي هي في أول اليوم، كما يقول العلماء، ما يكون فيها ينسحب على اليوم كله، إن ذكرا فذكر، إن نشاطا فنشاط، إن كسلا فكسل، كل ما يكون في هذه الفترة ينسحب على بقية اليوم.
ولهذا قال ابن مسعود لما انتهت هذه الفترة وطلعت الشمس وهو ذاكر لله تبارك وتعالى وليس غافلا حمد الله أنه أقاله يومه هذا مع أن اليوم لم ينتهي بعد. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. هنا تعطيك عنايتك بأول اليوم وبالصباح الباكر عنايتك به ذكرا لله وعناية بذكر الله يعطيك بإذن الله تبارك وتعالى أمانا في اليوم كله، طمأنينة في اليوم كله، صلاحا في اليوم كله، إقالة في اليوم كله. أقالنا يومنا هذا. فإذا حفظت أول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يسلم لك بقيته.